هكذا هي الحرب، نصف لكل الحقوق التي ناضلت البشرية طويلاً للحصول عليها، وهكذا جاءت الحقوق أحياناً كرد على الحروب. واليوم تكاد تكون الحرب العنوان الكبير لهذا العالم الذي نعيش فيه، سواء كانت حرباً فعلية كما يحدث في سوريا واليمن وليبيا وغيرها من دول المنطقة، أو حرباً معنوية تتمظهر في الحروب والنزاعات الفكرية والإيديولوجية التي تفرق العالم إلى كتل وطوائف وإثنيات متناحرة، وتوصد السلام أمام وتوصد الأبواب أمام السلام بين البشر. من حق غيري أن يسافر وينتقل خارج جغرافيا الحرب، الحق الذي أقره أيضاً الميثاق العالمي لحقوق الإنسان. السوريون اليوم واليمنيون والليبيون وكل الناس الذين يعيشون في ظل الحرب محرومون من حق السفر. حتى البلاد التي أقرت تلك المواثيق العالمية ودعت لحماية لاجئي الحروب تحاول التضييق على حرية السفر وترك الناس يموتون بسبب الحرب. أعرف الكثيرين ممن لا يستطيعون السفر فيهربون بطرق غير شرعية ويعرضون حياتهم لمخاطر الموت وهم في طريق أحلام النجاة من الحرب، ومنهم من يتعرض للاعتقال والترحيل مجدداً إلى بلادهم الأصلية حيث الحرب. في روايتي الأخيرة مترو حلب تحدثت على لسان بطلتي سناء عن حق غيري في العيش في مكان آمن خارج الحرب، حيث تتلقى سناء الكاتبة السورية دعوة من جمعية القلم البلجيكية للإقامة في بروكسل بصفة كاتب زائر، فترفض السلطات منحها تأشيرة السفر. وهذه الحكاية حصلت فعلا لكاتب سوري ولم تكن من اختراع مخيلتي. تقول سناء: حين وصلتني الدعوة من جمعية القلم في بلجيكا، وهي حق لي كغيري من الكتاب في العالم الذين يتلقون مثل هذه الدعوات، قلت لنفسي إنني قد أجد مكانا يعيدني إلى الكتابة. رفض الفيزا جعلني أحس بأننا صرنا نحن السوريين كائنات ينظر إليها كخطر على العالم، أو يتعامل معنا كما لو أننا كائنات متخلفة ليست بمستوى مواطنيها. أليس من حقي أن أسافر بعيداً عن الخوف؟